برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة، وطبعا كلام النهاردة كله على مباراة الأهلي وفيتا كلوب طبعا في الجولة الثالثة في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي، والحقيقة أن هي تحت شعار لا بديل عن الفوز. مهم قوي أن احنا النهاردة على أرضنا نحقق الثلاث نقاط دول. احنا بنتكلم على الترتيب، أنه دلوقتي سيمبا هو الأول بسبع نقاط بعد ما تعادل من شوية مع المريخ، وفي المركز الثاني فيتا كلوب والنادي الأهلي بثلاث نقاط. لازم أبقى ضمن الثلاث نقاط دول قبل ما أروح وألعب على أرض فيتا كلوب هناك. وكنا يمكن اتكلمنا قبل كده وقلنا لحضراتكم انه هناك هتكون المباراة بحضور جماهيري، اعتقد حوالي 3000 مشجع هيكون موجود من عندهم في مباراة العودة. فيهمني قوي ان انا اروح وانا مرتاحه وانا ضامنه بشكل كبير قوي سكور كمان عالي، مش بس الفوز. واكيد جماهير النادي الاهلي بتتمنى ان يكون في اداء كبير النهارده مع الفوز ان شاء الله. وعشان كده يمكن الجهاز الفني عمل كل احتياطاته، مذاكر الفريق الخصم كويس جدا، نقاط القوه الضعف افضل اللعيبه في الفريق الثاني، ومحفظ لعيبه النادي الاهلي كل حاجه عن المباراه دي. هنقول لحضراتكم كل التفاصيل، بس الاول مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على حضراتكم. ما فيش مباراه هتدخليها مرتاحه السنه دي في افريقيا، صعبه قوي. يعني اعتقد ان النسخه دي هتكون يمكن الاصعب، وخصوصا ان كله عنده الدافع والحافز. واذا كنا بنتكلم على ماتش النهارده يا ساره ومواجهه فيتا كلوب، فانا واثق انه الفرقه دي هترهق الاهلي ان شاء الله. باذن الله المكسب يكون حليفنا، لكن في النهايه المكسب مش بس الثلاث نقط. صحيح الثلاث نقط ضروريين جدا بعد التعثر امام سيمبا في الجوله الثانيه، وحتى رغم انك انت النهارده ان شاء الله لو كسبت مش هتسترد الصداره مره تانية، لانه سيمبا متصدر بفارق نقطه عنك، لكن على الاقل تقدير تصدر التوتر لفيتا كلوب. وانا بشوف انه فيتا كلوب منافس رئيسي للاهلي وسيمبا في المجموعه دي، ويمكن نتائج الجوله الاولى والثانيه ظلمته الى حد ما، لكنه فريق قوي بيتميز بسرعه كبيره جدا. وزي ما موسيماني ذكره وزي ما موسيماني فهم محافظ لعيبته ايه هي نقاط الضعف في الفريق اللي لابد ان احنا نستغلها. وخدوا بال حضراتكم الماتشات دي، ومن هنا ورايح بقى خدوا بالكم انه الماتشات دي من انصاف الفرص. يعني اذا ما قدرتش في الشوط الاول، ويمكن دي كانت معضله الاهلي في الفتره الاخيره، تخلص وترتاح وتلعب كورتك وتطمن بجون تاني وجون تالت، هتبقى الماتشات دايما سيناريوهات مكهربه كده. يعني شفناها في الفترات الاخيره ونتمنى انها ما تتكررش النهارده، وده واحد من المكاسب، فكره انك انت تستعيد ثقتك وتحيي الفوز فيه بدون توتر وبدون ضغط اعصاب وبدون ما تستنى للدقائق الاخيره. اعتقد واحد من الحاجات اللي الجماهير النادي الاهلي مستنيه النهارده، بالاضافه ودي حاجه مهمه جدا، العرض القوي اللي عبر عن استعاده النادي الاهلي لتوازنه. انا مش هقول استعادته لمستواه، لانه مستوانا الحمد لله كويس جدا، واغلب لاعيبتنا فايقه، وبنشوف لعيبه بتبقى حاضره في الاوقات الصعبه. وشفنا جونيور اللي ما كانش حد يتوقع الاستفاقه الكبيره جدا او العاليه جدا اللي حصلت في الماتش الاخير مع طلائع الجيش، وشفنا الراجل كان واحد من نجوم المباراه الحقيقه، وخلص المباراه بهدفين ولا اروع ولا اجمل. النهارده بيغيب نجوم، لكن في نجوم ثانيه حاضره. وزي ما قلت لحضراتكم، زي ما موسيماني ذاكر الفرقه كويس جدا، انا متاكد انه على اقل تقدير فرقه فيتا كلوب مذاكره النادي الاهلي كويس قوي يا ساره. يعني على اقل تقدير شايفين ماتشنا قدام سيمبا، وشايفين ماتشنا قدام طلائع الجيش، وبالتالي هيحاولوا هم كمان يتعبون. عشان كده بقول لحضراتكم ماتش النهارده مش سهل على الاطلاق، ولكن ان شاء الله باذن الله نقدر نتجاوز، وخصوصا فرصنا في الدور الثاني ان عندنا ماتشين للاسف بره ارضنا، وبالتالي بتزود الصعوبه شويه بتاعه المواجهات، وبتدي اكتر دافع وحافز للفرق اللي بتنافسنا. وخلي بال حضراتكم لغايه اللحظه دي حتى المريخ، يعني المريخ اللي خلص المباريات الجوله الاولى او راوند الاولاني من دوري المجموعات بنقطه واحده، ما زال عنده فرصه. يعني ما الحافز والدافع عنده ما ماتش، لا هو لو قدر يجمع 9 نقط في الدور الثاني من دوري المجموعات يبقى لسه مازال عنده فرصه للتاهل عن المجموعه. وبالتالي فكره انه الحافز والدافع للاربع فرق موجود بيزود شويه من صعوبه المواجهات. انا معاك طبعا. يمكن يا احمد كان معايا من يومين مثلا السكرتير العام بتاع نادي فيتا كلوب، وكان بيتكلم ان هم جم بدري جدا القاهره علشان ما يفوتوش ولا يوم للتدريب، وان هم فاهمين كويس قوي الخصم اللي بيواجهوه، فاهمين يعني ايه يواجهوا النادي الاهلي على ارضه في مصر في القاهره، فاهمين انه صعب قوي انك بتلعب مع بطل افريقيا
في وقت زي ده وان انت معاه في نفس المجموعه، كانوا بيتكلموا على انه الخساره في مباراتهم الاولى يا احمد هي غلطه منهم، وفاهمين كويس قوي الغلطه دي حصلت ليه، وان هم جايين يعوضوا الغلط ده، ويعني خلاص اشتغلوا على الفريق بشكل كبير علشان ما يكونش في اي مجال للخساره مره ثانيه او في مباراه ثانيه. فطبعا زي ما احنا عارفين الخصم وزي ما احنا فعلا ذاكرناه، هم مذاكرين كويس جدا، هم كمان عندهم الفرصه للتاهل وماسكين فيها كويس قوي، علشان كده احنا بنقول انه لازم ان شاء الله وواثقين ان ده اللي هيحصل، ان احنا هنشوف من فريقنا عرض كبير وقوي يخلينا نشوف شخصيه البطل من جديد مع النادي الاهلي في افريقيا، وده بيهمنا جدا في منافسات افريقيا، مع باذن الله النتيجه اللي لازم تريحنا قبل ما نلعب مباراه العوده ان شاء الله. دقائق بسيطه جدا وتتحرك الفرقه في طريقها لاستاد القاهره ان شاء الله اللي يشهد المواجهه الثالثه في تاريخ النادي الاهلي مع فيتا كلوب، وكل ما يتعلق بالمباراة وبالمواجهة، سواء كنا بنتكلم على أرقامنا حاضرة، أخبارنا حاضرة، نتائجنا حاضرة، هنتكلم مع حضراتكم في كل التفاصيل بس بعد فاصل سريع، ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة. برحب بحضراتكم مرة تانية عشان نطمن أكتر على فريقنا قبل مواجهة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا. نروح لمراسلنا كريم أحمد من فندق الإقامة. كريم مساء الخير عليك، ودخلنا كده في أجواء ما قبل المباراة. مساء الخير عليك يا زميلتي العزيزه ساره، وكل التحيه لزميلي العزيز احمد، ويا رب ان شاء الله يكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي. مواجهه صعبه جدا ومرتقبه، الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي على استاد القاهره في تمام التاسعه مساء، وهي مباراه طبعا في دور المجموعات، لكن ان شاء الله باذن الله التركيز الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي والتحضير النفسي والذهني وايضا كمان الفني الام بي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي في التدريبات الاخيره، ان شاء الله باذن الله يكون مردوده كبير جدا في مباراه اليوم. مباراه لها حسابات خاصه محتاجه تكون الدوافع كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي، رغبتهم اكبر ان شاء الله في تحقيق الفوز لاستكمال ان شاء الله المشوار الكبير في البطوله الافريقيه، لكن خطوه بخطوه زي ما عودنا النادي الاهلي ان شاء الله مباراه مباراه نقدر نتخطى ونوصل لدور ربع النهائي. كل الامور الحمد لله بالنسبه لفريق النادي الاهلي في فندق الاقامه جيده جدا وماشيه بشكل اكثر من رائع، حاله الهدوء مطمئنه وطيبه جدا. يمكن انا ذكرت ان في تغيير لفندق الاقامه، هو فندق مميز جدا طبعا، لكن الحاجه الاكيد الكبيره جدا والاهم للجهاز الفني واللاعبين ان الفندق قريب جدا من استاد القاهره، يعني زي ما بنقول 5 أو 7 دقائق بكثير يكون لعيبه النادي الاهلي متواجده في استاد القاهرة. كل الامور دي ما بتكون متظبطه اداريا بقى مع الكابتن سعيد عبد الحفيظ بخبرته الكبيره كمدير الكوره وايضا كمان الجهاز الاداري بالكامل، بتسهل بشكل كبير على لعيبه النادي الاهلي ان التركيز فقط يكون مع المدير الفني، وايضا كمان بالنسبه للجمل التكتيكيه والتكتيك والتشكيل اللي هيقوم بيه ان شاء الله او هيقوده بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. كل اللعيبه طبعا على هبه الاستعداد. عايز اقول لك يمكن المحاضره انتهت، محاضره يمكن كانت 6 بتوقيتنا طبعا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، المحاضره يمكن الاخيره اللي بتكون في فندق الاقامه ما بتاخدش وقت كبير، يعني من 20 او 15 دقيقه بيحط فيها الرتوش الاخيره اكيد بيتسو موسيماني مع التشكيل مع واجبات كل الخطوط سواء الواجبات الهجوميه او الدفاعيه، فكل الامور دي ان شاء الله باذن الله تكون موفق لعيبه النادي الاهلي فيها وموفق بيتسو موسيماني اللي بيختار تشكيل مميز مع العناصر المتواجده. يمكن اتكلمنا اكتر من مره ان كل العناصر جاهزه، ده بيساعد بشكل كبير، عندنا غيابات عديده واصابات عديده، لكن زي ما بنقول كل مره الاهلي بمن حاضر كل اللعيبه المتواجده، اي لعيبه ياخد فرصه مرحله مهمه محتاجه انكار ذات كبير ومحتاجه مجهود اكبر، فيا رب ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه يكون متواجد النهارده في التشكيله الاساسيه يكون موفق النهارده ان شاء الله. اتفضل يا زميلي. طيب بمناسبه كلامك عن التشكيل، انا عندي النهارده غيابات اكيد طبعا مؤثره، لكن زي ما قلت الاهلي بمن حاضر، انا استخدم العباره اللي انت قلتها من شويه، انا يعني عندي معلول غايب، عندي وليد سليمان، عندي صلاح محسن، اكرم توفيق، كهربا، عندي كمان يمكن لعدم الجاهزيه الفنيه سعد سمير ورامي ربيعه، فرقة كاملة بره التشكيل. خليني احاول اقرا معاك كده التشكيل المتوقع الاهلي يبتدي بيه او يلعب بيه ماتش فيتا كلوب النهارده. بالتاكيد طبعا يمكن زي ما انت ذكرت زميلي احمد الغيابات عديده جدا، لكن التدريب الاخير اللي كان على ملعب مختار التتش بيتسو موسيماني يمكن جرب امور عديده جدا، الواضح او نقدر نقول ان احنا نقدر نستنتجه او نشوفه ونقراه من التشكيل اللي هيخوض بيه ان شاء الله النهارده فريق النادي الاهلي. ابدا اقول لك طبعا كالعاده في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من الشمال اليمين محمود وحيد، ايمن اشرف، بدر بنون، محمد هاني، في المنتصف حمدي فتحي وعمرو السوليه، على الاطراف طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، امامهم محمد مجدي قفشه وجونيور اجاييه في مركز الاسترايكر. يمكن ده التشكيل الاقرب بشكل كبير جدا طبعا خلال الايام الماضيه وتحديدا تدريب الامس. ممكن نشوف متغيرات ويمكن بناكد اكتر من مره على هذا الامر لان التوقيت مع ميعاد المباراه الساعه 9، فممكن يكون في متغيرات عديده، لكن مش هتبعد عن هذا التشكيل، ممكن يكون فرد وحيد او لاعب وحيد فقط اللي ممكن يكون تغييره، بواليا مكان اجاي مكان طاهر، واجاي يلعب هاف رايت او هاف ليفت، كل الامور دي متروكه طبعا لبيتسو موسيماني، لكن
الرؤيه والجاهزيه الكبيره ويمكن الاصرار اللي احنا شفناه في لعيبه النادي الاهلي والتجمعات اللي بتجمع بيها بيتسو موسيماني في التدريب الاخير بيدينا اشاره كبيره جدا ان هذا التشكيل الاقرب بنسبه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي في مباراه اليوم. الكل جاهز والكل متواجد، لكن مع الجاهزيه الفنيه توفيق اكيد طبعا زميلي احمد، يعني التوفيق مع لو مع لعيبتنا النهارده ومع بيتسو موسيماني ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه تكون على قدر المسؤوليه ونقدر نحقق نتيجه جيده جدا تساعدنا في المشوار الافريقي. كان في كلام على الماتشين الاخيرين للنادي الاهلي، يعني جو الاستعداد لفيتا كلوب كان عامل ازاي؟ اللعيبه يمكن عارفه ان الجمهور ما كانش راضي بشكل كبير، وبصرف النظر حتى عن نتيجه طلائع الجيش اللي انتهت بفوز النادي الاهلي وحسمه 3 نقاط، لكن كان شويه مش مطمن للعروض اللي بيقدمها النادي. ده كان منعكس على حاله الاستعداد او درجه التركيز عند اللعيبه في المعسكر يا كريم؟ نقطة طبعا مهمة وجيدة جدا، يعني لعيبة النادي الأهلي بتقرا وبتتابع وبتشوف، ويمكن بعض كمان الجمهور بيقابل لعيبة النادي الأهلي بيتكلم معاهم بعض الكلمات كلها كلمات تحفيزية. طبعا يمكن ما كناش في أحسن حالاتنا في المباراة الأخيرة وتحديدا كمان في مباراة طلائع الجيش، لكن المطلوب دلوقتي هو هذا الأمر، إن احنا نقدر إن احنا نحقق المكسب ونقدر إن احنا نحقق 3 نقاط. أكيد الغيابات مؤثرة بشكل كبير، لكن احنا كل مرة بنقول ثقتنا كبيرة في كل اللعيبة، كل اللعيبة لازم تكون جاهزة. وكمان زميلي أحمد زميلتي سارة، فيتا كلوب مستعد بشكل كبير جدا، تواجده يعني أكثر من 7 أو 8 أيام متواجد فيها القاهرة، دي نقطة مهمة جدا بتنعكس على لاعبتنا، وعايزين لاعبتنا يبقى مردودها في الملعب ان الفرقة مركزة بشكل كبير جدا، فلابد ان تركيزنا يكون اكبر، رغبتنا تكون اقوى، واكتر من كده الدوافع اكيد متجددة بشكل مستمر، وده الدور اللي بيقوم بيه الجهاز الفني. لكن مع الحالة ومع التركيز ومع وجود لعيبة فيتا كلاب اللي يمكن أدت مباراة ودية كمان، يعني الناس لعبت الساعة 8 ولعبت الساعة 9، ما بقاش بالنسبة له دلوقتي امر صعب ان هو يلعب الساعة 9 بالليل وهو بيلعب 3 بالليل، فكل الامور دي يعني يا رب تكون لها دوافع كبيرة جدا مع لعيبة النادي الاهلي، ونقدر من اول ثانيه ومن اول دقيقه يكون دخولنا قوي، دخولنا جيد، نحرز هدف واثنين وثلاثه ان شاء الله باذن الله. يعني لعبتنا مع التركيز ومع الحاله ومع التجمع اللي فيه لعيبه النادي الاهلي بعد كل وجبه وبعد كل يمكن جلسه او كده، اللعيبه عارفه اهميه المرحله القادمه، يا رب ان شاء الله باذن الله كل الامور والظروف والمناخ كل الامور دي تكون معانا ان شاء الله النهارده، ويقدر قعدته النادي الاهلي يكون مصدر سعاده لكل جماهير النادي الاهلي، اداء ونتيجه يا رب ان شاء الله. زميلي احمد زميلتي ساره تكون من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله النهارده. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من فندق اقامه النادي الاهلي، اللي زي ما قلت لحضراتكم يمكن بعد دقائق بسيطه جدا يستعد الفريق عشان يتحرك لتوجه لاستاد القاهره لمقابله او مواجهه فيتا كلوب في ثالث مواجهات الدوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا. مواجهه صعبة، وخليني اقف شوية كده مع الأسماء. يعني طبعا يمكن كريم وهو بيدردش معانا وكلامنا على التشكيل المتوقع يا سارة، هم تقريبا 11 12 اسم ممكن تلاقي لعيب مش بيبتدي او ممكن بيبتدي في مركز غير مركزه، لكن دول يمكن يكونوا الاقرب ان هم يبتدوا الماتش بتاع النهارده. بالظبط. انا بس عايزه اسالك بقى، انت شايف في الهجوم كنت تبدا بمين؟ يعني انا النهارده ادي بواليا طبعا رغم انه اجايي. طب ما تيجي نروح لفاصل عشان عايز اتكلم معاك في التشكيل ده كتير. نروح لفاصل ونرجع نتكلم على تشكيل اهلي النهارده. المواجهه الثالثه بين الاهلي وفيتا كلوب، وبالمناسبه المواجهتين الاولى والثانيه كانوا السنه اللي فاتت او 2019 على وجه التحديد في دوري المجموعات برضو في دوري ابطال افريقيا. الاولى كانت في برج العرب، لعبنا في برج العرب وقدرنا نكسب 2-0، الهدفين احرزهم معلول ونصر ماهر. لما رجعنا لعبنا في كينشاسا في 5 جولات دوري المجموعات، قدر فيتا كلوب انه يكسب الاهلي بنتيجه 1-0. المواجهه الثالثه النهارده ان شاء الله باذن الله تكون لصالح الاهلي وترجح كفته. 2-0 كفايه، انا عايزه 3-0. 2-0 كفايه. بس احنا يمكن كنا بنتكلم قبل الفصل على التشكيل، وبصرف النظر عن الاسماء انا هتكلم شويه على المراكز، لانه في وقت من الاوقات يمكن التقايد بواجبات المركز بتحد شويه من قدرات اللعيبه على الابداع. انا بشوف ده بيحصل بشكل كبير في 2 من اللعيبه اللي مش قادرين يعبروا عن نفسهم بالشكل المنتظر، او بالشكل خليني اقول اللي يتناسب مع حجم قدراتهم الفنيه والبدنيه والمهاريه. لعيب زي طاهر، محمد طاهر، اللي بتمنى انه مستر موسيماني اتمنى انه يبتدي يديله بس شويه حريه في التحرك وعدم التقايد بمركزه، ويمكن في الماتش الاخير
او حتى في ماتش المقاولين حضراتكم لما تفتكروا كان فكره انه طاهر بيتحرك بعرض الملعب بحريه تامه، شفنا طاهر بشكل مختلف. وبفتكر في الماتش ده على وجه التحديد يمكن كانت كتير من جماهير النادي الاهلي اختارت طاهر كواحد من افضل اللاعبين. اتمنى اشوف ده بيحصل النهارده، واتمنى ده كمان يحصل مع ثنائي الارتكاز في النادي الاهلي اللي كنا بنشوف ليهم ادوار هجوميه على مدار السيزون اللي فات، زي السوليه وزي ديانج وزي حمدي فتحي، وايا كان الاثنين اللي هيلعبوا النهارده لو مستر موسيماني ابتدى باثنين، اتمنى على الاقل ان يكون في واجبات هجوميه الواحد منهم يدعموا او يفرقوا كتير مع قدرات الاهلي الهجوميه. انت كنت حابب ان اجاي يبدا جناح وولتر بواليا راس حربه؟ طبعا ما حدش عارف مستر موسيماني بيفكر ازاي. هو طبعا في النقطه دي وانت بتحطي التشكيل احنا نحط التشكيل زي ما احنا عايزين، بس مستر موسيماني شايف هو ليه الرؤيه الفنيه كمان، لا شايف يعني فرقه فيتا كلوب كويس قوي، وعارف مين ممكن اكتر يكون فعال او عنده افضليه على الباكات بتاعه. يمكن حته الهجوم دي احمد اللي الناس كلها بتتكلم فيها بتختلف فيها، احنا ما عندناش اختلاف تقريبا على اكيد الشناوي على الخط اللي ورا، لكن دايما ولا نص الملعب كمان، لكن دايما بيبقى حته الهجوم يبدا بمين. كان احمد بيقول لي كان يفضل بالنسبه له مثلا لو اجايه جناح وولتر بواليا راس حربه. انا بفضل الحقيقه محمد شريف، بشوف ان الولد ده لما نزل مباراه في الثانيه والثالثه كان دايما بيهدف، كان دايما بيهدد مرمى الخصم، وده مؤشر كويس جدا الحقيقه. في ناس بتبقى شايفه انه شريف بيحتاج مساحات واسعه يا احمد علشان يلعب، لكن فيتا كلوب هيبقى بيدافع كويس قوي. انا بشوف انه بالعكس الولد كمان عنده سلاح التسديد، يعني مش محتاج قوي مساحات واسعه علشان يقدر ان هو يهدف. فيعني في الاول في الاخر زي ما بنقول دايما كل واحد فينا بيبقى بيشوف التشكيل الافضل من وجهه نظره، ولكن موسيماني بيبقى له طبعا الرؤيه الفنيه الصائبه. يعني مش بس عشان هو المدير الفني، لكن كمان عشان هو اكتر حد ذاكر فرقه فيتا كلوب، فعارف مين ممكن يلعب على وعارف احوال لعيبته دلوقتي الفتره دي في فريق الاهلي. خليني اقول لحضراتكم كمان انه طبعا الاتحاد الافريقي اعلن ان عن تعيين المغربي رضوان جيد لاداره المباراه تحكيميا. طبعا المباراه دي هتكون النهارده على ملعب القاهره الدولي تحت قياده رضوان جيد. الاهلي خاض 4 مواجهات، ما تهزمش ولا مره، كان يمكن التعادل الحاضر في مره واحده، وباقي المواجهات كانت تحقيق الفوز، ويمكن ده مؤشر مميز قبل مباراه النهارده. كانت تاريخ المواجهات دي يمكن الاهلي كان مع جانرز هراري، ودي طبعا كانت انتهت بفوز الاهلي بهدفين دون رد، وبعديه بادفست الجنوب افريقي، ودي كمان انتهت بفوز النادي الاهلي. المواجهه الثالثه كانت في 2018 لما لعب النادي الاهلي مع كامبالا سيتي في ختام دور المجموعات، وانتهت بفوز الاهلي برباعيه مقابل هدف وحيد. واخر مباريات كانت قدام الهلال السوداني في ختام دور المجموعات بطوله 2018، ساعتها النادي الاهلي كان متعادل بهدف لكل فريق، دي المباراه الوحيده اللي كان فيها التعادل. عموما هو حكم من تجربتنا معاه يعني او من متابعتنا ليه مطمئن، هادي، حاسم في قراراته، ما حصلش انه على اقل تقدير في مباراه النادي الاهلي انه حصل مشاكل تحكيميه في الماتشات دي. نتمنى ان شاء الله انه ماتش النهارده يكون استمرارا لنفس السلسله دي. نروح لمنتخب مصر شويه، وخدوا بال حضراتكم منتخب مصر عنده ماتشين مهمين جدا في اخر الشهر ده. طبعا احنا مشغولين في ماتشات افريقيا، اهلي وزمالك وكمان شويه دوري عام، لكن في نهايه الشهر 25 29 على ما اتذكر منتخب مصر عنده ماتشات مهمه جدا. الجهاز الاداري للمنتخب الاول قرر بدايه انه يعدل ميعاد السفر لكينيا ليوم 23 مارس بعد ما كان محدد ليه انه يكون يوم 22 من نفس الشهر، والسبب في ده هو مواعيد وصول اللعيبه المحترفه في الخارج. يمكن كان الجهاز محدد قبل كده او مختار قبل كده تاريخ 22 مارس عشان يسافر بدري شويه للعاصمه الكينيه نيروبي، والسفر كان هيكون على طائره خاصه قبل ما يتم اقرار بقى الموعد الجديد او تعديل الموعد السفر ليوم 23 عشان يستوعب وصول المحترفين للقاهره. كابتن حسام البدري استقر على استدعاء مجموعه من المحترفين ابرزهم طبعا نجم ليفربول محمد صلاح، وتريزيجيه نجم استون فيلا، النني لاعب الارسنال الانجليزي، احمد حجازي لاعب اتحاد جده، واحمد حسن كوكا لاعب اولمبياكوس، ومصطفى محمد المتالق مع مهاجم طبعا جلاتا سراي في الفتره الاخيره. ويمكن اغلب اللعيبه دول عندهم ماتشات مع فرقهم هتتلعب سواء يوم 20 او يوم 21 مارس، عشان كده يمكن تكون فرصه ان هم يلحقوا ينضموا
لمنتخب مصر يوم 22، وبعد كده يقدر المنتخب يتحرك بقى ويسافر لكينيا يوم 23. الجهاز الفني الحقيقه يمكن اعلن اسماء القائمه المحليه للفراعنه، او هيعلن الاسماء القائمه المحليه يوم 17 مارس، ده عشان مواجهتين مع كينيا ومع جزر القمر 25 و 29 مارس، ودول بيعتبروا طبعا الجوله الخامسه والجوله السادسه من التصفيات المؤهله لكاس امم افريقيا بالكاميرون اللي هتتلعب 2022. بقيه اللعيبه هيتم اختيارهم طبعا او الاعلان عن اختيارهم بعد ما شارك الاهلي والزمالك في الجوله الرابعه لدوري ابطال افريقيا، وطبعا بعد مشاركه بيراميدز في بطوله الكونفدراليه، وده هيكون يوم 16 و17 مارس. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا نروح للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الطالب اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي بقيادة طبعا كابتن شوقي غريب ان هو يبعت القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو، واللي هتضم طبعا 50 لاعب قبل نص شهر مايو اللي جاي، وده الموعد النهائي علشان يتبعت القائمة دي. الفيفا شدت في خطابه للمنتخب الأولمبي بضرورة التأكد من التسجيل والقيد في القائمة المبدئية لأي لاعب أو مدرب أو إداري أو طبيب، لأن هيتم اختيار القائمة النهائية للأولمبياد من بين القائمة الأولية دي، ومش هينفع بعد كده أن يكون في اسم أي حد في القائمة النهائية، يعني اللي مش موجود اسمه في القائمة الأولية مش هيكون بعد الوقت ده اسمه موجود في القائمة النهائية. الاتحاد الدولي كمان فيفا أخطر قبل كده الجهاز الفني لمنتخب مصر طبعا بقيادة شوقي غريب أن هو لازم يحط اسم أي لاعب بيفكر في ضمه للأولمبيكس دي في القائمة المفتوحة اللي هيتم إرسالها بعد بحد أقصى يمكن يوم 9 إبريل اللي جاي. وأوضح الفيفا في الخطاب أن أي لاعب مش هيبقى مقيد في القائمة المفتوحة للأولمبيكس بتاع طوكيو مش هيكون قادر المنتخب أن هو يضمه في القائمة النهائية بعد ده، زي ما قلنا لأن اللوائح بتنص على طبعا إدراج أي لاعب أو إداري أو طبيب في القائمة المفتوحة. اللوائح ما قالتش كده، اللوائح مش كده أبدا. وانت حضراتكم عارفين أنه في الأولمبياد بيبقى مسموح لكل منتخب أنه يطلع أو يدخل على القائمه بتاعت فريقه ثلاث لاعبين من فوق السن، وبالتالي الكلام كان على الموضوع ده كتير، وخصوصا طبعا على فكره قيد نجم ليفربول محمد صلاح. هو كده كده كابتن شوقي غريب استقر ان هو يحط اسم محمد صلاح في القائمه الاوليه. لسه طبعا الموضوع ده فيه جدل كتير وفيه تفاصيل كتيره جدا لابد من التنسيق مع نادي ليفربول وموافقه يورجن كلوب على مشاركة محمد صلاح، لكن كابتن شوقي غريب قال هيحط اسم صلاح وبعد كده نشوف، بحيث انه لو ان شاء الله باذن الله تم اتفاق مع ليفربول يبقى صلاح موجود. لكن غير صلاح هل تعتقد المنتخب في احتياج لاسماء لعيبه ثانيه من الممكن ضمها بالاضافه لصلاح؟ اكيد طبعا، بس انا كل اللي بفكر فيه بس انه قد ايه صلاح هيعمل ازمه كبيره ليورجن كلوب لو فعلا هي بس موجود. فتره الاعداد يعني احنا مش هيبقى في ارتباطات رسميه، لكن هو صلاح لو لعب مع منتخب مصر اللي انا فاكره ان كان في مباريات في الوقت ده مع ليفربول، وده عامل لهم قلق في ليفربول اصلا. في حدود معلوماتي ان توقيت البطوله هيبقى صلاح هيتغيب بس عن فتره الاعداد، ولكن اعتقد كمان بالنسبه لصلاح اعتقد في دفع مهم جدا، واحد من النجوم الكبار جدا اللي بيسعوا طبعا لانه يكون ليه مكانه وليه ترتيب على المستوى الدولي، ومشاركته في الاولمبيكس وخصوصا طبعا لو نجح المنتخب المصري في تحقيق ميداليه او الفوز بالذهبيه اعتقد تفرق كتير جدا طبعا مع مشوار صلاح. واعتقد في اسماء ثانيه، يعني اذا كنت بقترح، انا مش عارف طبعا كابتن شوقي غريب استقر على اي 50 اسم، لكن انا بشوف مثلا حد زي محمد الشناوي من ممكن جدا يكون شارك ويكون اضافه كبيره جدا للمنتخب في بطوله الاولمبياد. بمناسبه بقى الكلام على الشناوي، خلينا نقول افضل ثلاث لعيبه مباراه طلائع الجيش. طبعا حضراتكم اخترتوا افضل ثلاث لعيبه من وجهه نظركم في مباراه الاهلي وطلائع الجيش في الدوري اللي فاتت، وكان في المركز الاول واعتقد باكتساح، واحمد هيقول لنا الكواليس برضو. طبعا كابتن الشناوي في المركز الاول بعد اختيار حضراتكم، وفي المركز الثاني جه طبعا اللي تالق في المباراه دي بشكل كبير اجاييه، الحقيقه كان يعني هدفين لاجاييه في المباراه. وفي المركز الثالث طبعا كابتن افشه. طيب شناوي، اجاي، افشه، دي كانت اختيارات جماهير النادي الاهلي، لكن انا عايز اقول لحضراتكم على نقطتين مهمين جدا. المركز الاول، مركز عاده بيبقى فيه ماتشات كتير جدا بيبقى النجم الاول او المركز الاول محسوم وباكتساح، وبيبقى فيه اتفاق من اغلب الجماهير على اسم لاعب، لكن ما حصلش في كل ماتشات الاهلي، كل ماتشات الاهلي من اول السيزون انه يبقى فيه اكتساح للاعبين اثنين الشناوي واجاي، كل جماهير النادي وفي كتير من الجماهير على فكره رفضت انها تدي
مركز ثالث، يعني في كتير من الجماهير شافوا انه الشناوي واجاي فقط هم اللي بيستحقوا تصويتهم في عمليه تصويت على ماتش الاهلي والجيش، وكانت دايما الشناوي اجاي الشناوي، لغايه ما قدر الشناوي في الامطار الاخيره انه يحسم المركز الاول لصالحه. مين اللعيبه اللي كانت بتتنافس على المركز الثالث؟ كانوا الحقيقه اربع لاعبين اجادوا من وجهه نظر جمهور النادي الاهلي، وان كان قفشه في النهايه اللي حسم النقطه، لكن كان معاه الحقيقه وبرده كانوا قريبين جدا منه محمد هاني، وكان معاه بدر بنون، وكان معاه ايمن اشرف، لكن بفوارق بسيطه جدا قدر قفشه ان هو ياخد نقطه ويحتل المركز الثالث. الاهم من تصويت ماتش الجيش هو لاعب شهر فبراير في النادي الاهلي واللي فاز بيه برده باكتساح شديد جدا، كابتن محمد شناوي اللي كان ليه دور واضح جدا ومهم جدا وحاسم جدا في عدد كبير من ماتشات الاهلي، سواء في بطوله الدوري او في دوري ابطال افريقيا او طبعا في كاس العالم اللي لعب دور كبير جدا فيها، وخصوصا في ماتش بالميراس وركلات الترجيح اللي وصلت الاهلي للميداليه البرونزيه. خليني اقول لحضراتكم عدد ماتشات الشناوي في شهر فبراير، ست لعب ست مباريات، دخل مرماه فقط اربع اهداف، ماتش في مباراه طلائع الجيش الاخيره، وماتش في مباراه سيمبا، وهدف في مباراه طلائع الجيش، وهدف في ماتش سيمبا، وهدفين في مباراه بايرن ميونخ. تصدى الشناوي من اجمالي 28 تصويبه وصلت لمرمى النادي الاهلي، تصدى الشناوي ل 24 تصويبه، وخدوا بال حضراتكم في معظم هذه التصويبات مش كور عاديه، ولكنها تصويبات كانت في منتهى الخطوره او هجمات في منتهى الخطوره، تمكن الشناوي من منعها وقدر يخرج من الست مباريات بثلاثه كلين شيت او ثلاثه شباك نظيفه، قدر يحقق 14 نقطه تصدر بيهم جدول الترتيب العام اللي هنرجع لتفاصيله بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد، وخلينا سريعا نروح لنتيجه جدول الترتيب بعد طبعا او بناء على تصويت حضراتكم لافضل ثلاث لعيبه في النادي الاهلي كل مباراه. بنبدا طبعا بالشناوي اللي بقى في المركز الاول باكتساح بعد ما لعب 15 مباراه، عدد النقاط مع الشناوي 15، بدر بنون بيتراجع للمركز الثاني ب 12 نقطه، ايمن اشرف كمان في المركز الثالث 10 نقاط، علي معلول في المركز الرابع 9 نقاط، وكهربا في المركز الخامس 8 نقاط، وبعديهم ديانج في المركز السادس 7 نقاط. وليد سليمان طبعا بتمنى انه يرجع بالسلامه 6 نقاط، طاهر محمد طاهر ورا وليد ب6 نقاط، محمد مجدي قفشه بيتقدم كمان وبيرتفع رصيده ل6 نقاط، وراه محمد هاني اللي بيرجع مركز برصيد 5 نقاط، وبعد كده حمدي فتحي، اجاييه، محمد شريف، عمرو السليه، اكرم توفيق، وولتر بواليا برصيد نقطة واحدة. نقطتين مهمين جدا عايز اقول لحضراتكم عليهم، انه اللي بيتصدر ترتيب الأربعة الأوائل في جدول الترتيب العام حارس مرمى وثلاث مدافعين. في المركز الأول شناوي، وبعد كده بدر بنون، بعد كده أيمن أشرف، وبعدين علي معلول. أول مهاجم النادي الأهلي بيجي بعد الأربعة دول هو كهربا في المركز الخامس، وده يمكن يدي لحضراتكم مؤشر على تألق خط الظهر وخط دفاع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، ومن وراهم طبعا حارس المرمى محمد الشناوي. النقطة اللي كمان المهمة جدا واللي تابعناها مع حضراتكم على مدار الثلاث شهور اللي فاتوا، إنه ما فيش لاعب قدر يحصد أول مركز أو يفوز بالتصويت حضراتكم ويحتل المركز الأول في أربع ماتشات غير كابتن محمد الشناوي، وده يمكن حصل بشكل كبير جدا في الاربع ماتشات الاخيره للنادي الاهلي على التوالي، ماتش طلائع الجيش مركز اول، ماتش سيمبا مركز اول، ماتش المريخ مركز اول، وماتش بالميراس في بطوله العالم للانديه مركز اول، في ثلاث بطولات مختلفه، كاس عالم انديه، دوري ابطال افريقيا، والدوري المصري. مبروك كابتن محمد شناوي، لاعب شهر فبراير، كنت اقول يناير، فبراير في النادي للنادي على قد ما مبسوطين بتألق الشناوي، بس بنتمنى ان شاء الله في مباراه النهارده ما نشوفش الشناوي كتير في المباراه، يكون المباراه في النص الثاني من الملعب، ونشوف الحقيقه زي ما قلنا في بدايه الحلقه اداء قوي من النادي الاهلي ونتيجه قويه مهمه جدا على ارضنا قبل مباراه العوده طبعا في ملعب فيتا كلوب. عرض يرضي طموح جماهير النادي الاهلي، الفوز بالثلاث نقاط، هم دول اهداف لقاء النهارده. كل التوفيق لنجومنا ان شاء الله، ونقابل حضراتكم بكره حلقه جديده السادسه.